السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، معكم أستاذ خالد نجم، معلم خبير رياضيات مدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع بدمنهور محافظة البحيرة. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس الهندسة، منتصف قطعة مستقيمة. نواتج التعلم: بعد الانتهاء من الدرس يكون الطالب قادرا على أن يذكر مفهوم منتصف قطعة مستقيمة، يحل التمارين على منتصف قطعة مستقيمة، يستنتج نقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع. طيب، احنا خدنا الحصة اللي فاتت أول درس في الهندسة المستوية، البعد بين نقطتين. النهاردة بقى تاني درس، منتصف قطعة مستقيمة. تعالوا كده نتعرف على إيه درسنا النهاردة. لو عندي نقطتين في المستوى، نقطة ألف ونقطة ب، نقطة ألف سين واحد وصاد واحد، ونقطة ب سين اتنين وصاد اتنين، عايزين نجيب منتصف القطعة المستقيمة ألف ب، اللي هو في الرسم هيبقى نقطة ميم، هنفترض إن هي سين وصاد. طيب، بنجيب بقى المنتصف دي إزاي؟ لها قانون هنستخدمه. الميم اللي هي منتصف ألف ب بتساوي نجمع السينات ونقسم على 2، فاصلة نجمع الصادات ونقسم على 2. يعني منتصف أ ب اللي هو نقطة م هيساوي الزوج المرتب س واحد زائد س اتنين على 2، فاصلة ص واحد زائد ص اتنين على 2. وممكن أجمع بالعكس، يعني نبدأ من ب، نقول س اتنين زائد س واحد على 2، فاصلة ص اتنين زائد ص واحد على 2. يبقى دي طريقة إيه؟ إزاي نجيب منتصف قطعة مستقيمة. تعال نشوف سؤال كده مباشر. السؤال الأول: أوجد إحداثي نقطة منتصف أ ب، حيث نقطة أ 3 و5 ونقطة ب 7 و1. يبقى ده تطبيق مباشر على درس منتصف قطعة مستقيمة، أعطيني النقطتين وعايز منتصف القطعة المستقيمة أ ب. يبقى هنقول له منتصف أ ب اللي هو ميم هيساوي نجمع السينات يبقى 3 زائد 7 ونقسمها على 2، فاصلة نجمع الصادات 5 زائد 1 ونقسم على 2، يبقى الإجابة تبقى 5 و3. يبقى منتصف أ ب هتبقى الإجابة 5 و3. يبقى كده جاوبنا السؤال الأول. تعالوا نشوف السؤال الثاني. ماشي معانا، يلا الناس اللي موجودة معانا تشتغل معانا. معانا علي محمد، ممتاز، وتوماس، الله ينور. تمام يا جماعة، عايز الناس كلها تجاوب معانا، الله ينور. السؤال الثاني: إذا كانت نقطة ج 10 وسالب 4 هي نقطة منتصف القطعة المستقيمة أ ب، حيث أ ب 4 وسالب 2، أوجد نقطة ب. هو هنا السؤال الأول كان سؤال مباشر، أعطيني نقطة أ ونقطة ب، وبيقول لي يوجد منتصف أ ب، فبنجمع السينات ونقسم على 2 ونجمع الصادات ونقسم على 2. هو هنا بقى أعطيني نقطة ج هي في المنتصف، أعطيني نقطة المنتصف، وبيقول لي ج هي منتصف أ ب، وأعطيني نقطة أ وعايز نقطة ب. طيب، يبقى أنا هنعمل هنا إيه يا جماعة؟ هنجيب منتصف أ ب. طب ما أنا ما عنديش ب، هنفرض بقى، ما هو عايز ب، فهنفرض نقطة ب س وص، ونجيب نفرض أن نقطة ب س وص، وأجيب منتصف أ ب زي ما احنا شايفين كده. هنجيب منتصف أ ب، أدي عندي نقطة أ 4 وسالب 2، ونقطة ب أنا فرضتها س وص، يبقى نقول س زائد 4 على 2 و ص زائد سالب 2 يعني ص ناقص 2 على 2 هتساوي نقطة ج اللي هي 10 وسالب 4. يبقى تاني، إذا كانت ج 10 وسالب 4 هي نقطة منتصف أ ب، وأعطيني نقطة أ 4 وسالب 2 وعايز نقطة ب، فأنا هنا هنفرض نقطة ب س وص، وأعمل إيه؟ نقرأ كده كويس، الج هي منتصف أ ب، يبقى أنا أجيب منتصف أ ب وأساويها بج. أهو نفرض أن ب بتساوي س وص، أجيب بقى أنا منتصف أ ب، بص كده على أ وب، س زائد 4 على 2 و ص زائد سالب 2 يعني ص ناقص 2 على 2، كده انا جبت منتصف أ ب، بيساوي ايه بقى؟ يساوي ج اللي هي 10 وسالب 4. طيب، بعد كده اكمل بقى.
عندي زوج مرتب يساوي زوج مرتب، يبقى المسقط الأول يساوي المسقط الأول والمسقط الثاني يساوي المسقط الثاني. يبقى نقول س زائد 4 على 2 يساوي 10، المسقط الأول س زائد 4 على 2، المسقط الأول هنا 10. نعمل مقص نضرب 10 في 2 ب 20، يبقى س زائد 4 تساوي 20، يبقى س 20 ناقص 4 فيها 16. كده جبت ايه؟ س. نشتغل بقى على المسقط الثاني اللي هو ص ناقص 2 على 2 يساوي سالب 4. نعمل مقص نضرب 2 في سالب 4 بسالب 8، يبقى ص ناقص 2 تساوي سالب 8، يبقى ص سالب 8 زائد 2 تبقى سالب 6. يبقى كده جبت الس وجبت الايه؟ الص، يبقى نقطة ب تبقى 16 وسالب 6. يبقى كده جبت ايه؟ نقطة ب. تمام. يبقى هنا يا جماعه انا هحل السؤال ده من غير رسم ولا اي حاجه من صيغه السؤال. اذا كانت ج هي نقطه منتصف ا ب، يبقى انا اعمل ايه؟ اجيب منتصف ا ب واساويه بج. طب لما اجي اجيب منتصف ا ب عندي الالف ما عنديش ب، فبنفرض الب س وص، وبعد كده اجيب منتصف ا ب واساويها بنقطه ج واكمل الايه؟ الحل. تمام يا جماعه؟ تمام. الله ينور علي وتوماس، ممتازين. نكمل السؤال الثالث، عايزين بقية الناس تشتغل معانا يا جماعة. إذا كان أ ب قطر في الدائرة م، حيث الأ 4 وسالب 1 والب سالب 2 و7. يبقى هنا أعطيني أ ب قطر في الدايرة م، وأعطينا نقطة أ ونقطة ب. أوجد إحداثي نقطة م اللي هو مركز الدايرة، ومن ثم أوجد محيط الدائرة ومساحتها. طيب يبقى انا عندي ايه؟ القطر بتاع الدايره اسمه ا ب، ونقطه ا ونقطه ب موجودين عندي. عايز احداثي نقطه م اللي هي المركز، مركز الدايره. طب ما احنا كلنا عارفين ان مركز الدايره بيبقى منتصف القطر، مركز الدائره يقع في منتصف القطر. يبقى انا اجيب منتصف ا ب، بما ان ا ب قطر في الدائره م، يبقى م منتصف ا ب. نجيب بقى نقطه م تساوي 4 زائد سالب 2 على 2، يعني 4 ناقص 2 على 2، وسالب 1 زائد 7 على 2 تطلع 1 و3. يبقى نقطة م 1 و3. طيب جبنا نقطة م. طب بعد كده عايز محيط الدايرة ومساحتها. طب يبقى ايه؟ عشان اجيب محيط الدايرة إيه؟ لازم اعرف قانون محيط الدائرة. يلا قولوا لي، يلا محيط الدايرة بيساوي ايه يا جماعة؟ محيط الدايرة، تمام، محيط الدائرة 2 باي ناق. طب ومساحة الدائرة؟ باي ناق تربيع. يعني أنا كده في الحالتين عايز إيه؟ يبقى عندي ناق، ما هو الباي معروفة اللي هي 22 على 7 أو 3.14. يبقى محيط أو مساحة الدائرة بيعتمد على نص قطر الدائرة. طب نص قطر الدائرة اللي هو إيه بقى؟ أنا عندي جبت المركز أهو، يبقى نص القطر هيبقى أ م أو ب م. يبقى أنا أجيب ناق اللي هو نص قطر الدائرة بيساوي أ م مثلا، أو ب م، هيطلع نفس الإجابة. أدي عندي نقطة أ 4 وسالب 1 ونقطة م 1 و3، أجيب أنا نص القطر اللي هو أ م. يبقى الجذر التربيعي الدرس الأول بقى، البعد بالنقطتين أهو، مراجعة عليه أهو، الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. يبقى الجذر التربيعي لواحد، هنبدأ من نقطة م، 1 ناقص 4 لكل تربيع، زائد 3 ناقص سالب 1، يعني 3 زائد 1 لكل تربيع، هتطلع ب5. يبقى كده جبت نص قطر الدايره طلع ب5. طيب بعد ما جبت نص قطر الدايره نجيب بقى محيط الدائره. محيط الدايره بيساوي 2 باي ناق. طيب الناق جبته بكام؟ ب5. يبقى 2 باي في 5 تطلع 10 باي وحده. طب عايز مساحه الدائره، القانون باي ناق تربيع. الناق بكام؟ ب5. طب ناق تربيع يعني 5 تربيع ب25 باي، يبقى 25 باي وحدة مربعة. ما تنساش المحيط بوحدة طول، المساحة بوحدة طول مربع. تمام. طيب افرض قال لي ايه؟ مقربا الناتج لرقم عشري 1. يبقى هنا ايه؟ نشيل بقى الباي ونكتب ايه؟ 3.14 او 22 على 7 ونضربها في 10 ايه، نقربها ايه زي ما هو طالب، رقم عشري 1 رقمين زي ما يقول. تمام. يبقى تاني هنا هو عاطين هنا ايه؟ قطر الدائرة اسمه ألف ب، وعايز المركز، يبقى المركز اللي هو منتصف أ ب جبناه وطلع 1 و3. عايز محيط ومساحة الدايرة، يبقى لازم أجيب نص قطر الدايرة، نص قطر الدايرة اللي هو أ م،
او ب ميم هيطلع نفس الاجابه بالبعد بالنقطتين، جبت طلع 5. محيط الدايره 2 باي ناق، واشيل الناق واكتب 5، يبقى 2 في 5 ب 10، يبقى 10 باي. ومساحه الدايره باي ناق تربيع، يبقى الناق ب 5، يبقى 25 باي. ويبقى كده جاوبنا الايه السؤال. تمام، تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الرابع، اثبت ان الشكل ا ب ج د متوازي اضلاعه، حيث الألف 4 و3 والب 0 و2 والجيم سالب 2 وسالب 3 والدال 2 وسالب 2. بيقول لي اثبت ان الشكل ده متوازي ايه؟ اضلاع. طيب احنا خدنا قبل كده اثبات ان الشكل متوازي اضلاع باستخدام البعد بين نقطتين. هو طبعا هنا مسمي الشكل ترتيب رؤوسه موجود اهو ا ب ج د، يبقى كنا بنعمل ايه؟ من خواص المتوازي ان كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول. فكنا بنجيبه ايه؟ أ ب وب ج وج د وأ د. هتلاقي كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول، يبقى إذا الشكل المتوازي أضلاع. دي طريقة بطريقة البعد بالنقطتين. طب في طريقة تانية اللي هي بمنتصف قطعة مستقيمة. هنجيبه إيه بقى؟ هنجيب منتصف القطرين. هنجيبه منتصف أ ج مرة ومنتصف ب د مرة، هيطلع نفس النقطة. يبقى كده القطران يناصف كل منهما الآخر، يبقى في الحالة دي الشكل يبقى ماله؟ متوازي أضلاع. تعالوا نشوف كده. هنجيب منتصف الأول، هنرسم إيه رسمة كده لنا اسمها إيه؟ المتوازي أ ب ج د، عشان أعرف ترتيب رؤوس الشكل. طب زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لو هو مش كاتب لي اسم الشكل أ ب ج د، أعمل إيه؟ أرسم الأربع نقط دول في الرسم البياني عشان أعرف ترتيب رؤوس الشكل. ما ممكن الشكل يبقى اسمه أ ب ج د او ا ب د ج مثلا، على حسب ايه اللي يطلع لي. انما هو هنا كاتب لي اسمه ا ب ج د، خلاص يبقى انا عارف ان الالف وراها ال ب وراها الجيم وراها الدال. عشان نثبت بقى ان الشكل ده متوازي اضلاع باستخدام منتصف قطعه مستقيمه، هنجيب منتصف القطرين، نجيب منتصف ا ج ومنتصف ب د. لو طلعوا نفس النقطه يبقى القطران ينصف كلا منهما الاخر، وفي الحاله دي يبقى الشكل متوازي اضلاع. تعالوا نجيب يلا مع بعض. منتصف أ ج، منتصف أ ج نجمع السينات ونقسم على 2 ونجمع الصادات ونقسم على 2، يبقى 4 زائد سالب 2 على 2 و3 زائد سالب 3 على 2، تطلع ايه؟ 1 و0. يبقى ده منتصف أ ج. بعد كده نجيب منتصف ب د، يبقى 0 زائد 2 على 2 و2 زائد سالب 2 على 2، تطلع 1 و0. يبقى كده نستنتج ان منتصف أ ج يساوي منتصف ب د، اذا القطران ينصف كلا منهما الاخر، اذا الشكل متوازي اضلاع. يبقى أ ب ج د متوازي اضلاع. تمام يا جماعه، يبقى كده جاوبنا الايه السؤال. تعال نشوف السؤال الخامس. ماشي كويس، الله ينور. في اسامه سامي معانا، كويس برضه، ممتاز. وعلي محمد، توماس، ومريم. ايوه كده يا جماعه، الله ينور. ايوه عايزين تفاعل كده معانا يا جماعه على طول. السؤال الخامس، اثبت ان النقط ا و ب و ج هي رؤوس مثلث قائم الزاويه في ب، ثم اوجد نقطه د التي تجعل الشكل ا ب ج د مستطيل. طيب عشان اثبت ان الشكل النقط ا و ب و ج هي رؤوس مثلث قائم الزاويه في ب، ده السؤال ده احنا خدناه في الدرس اللي فات اللي هو البعد بالنقطتين. امال ايه اللي جاب الدرس ده في السؤال ده في الدرس بتاع منتصف قطعه مستقيمه؟ الجزء الثاني، اوجد نقطه د التي تجعل الشكل ا ب ج د المستطيل. طب تعالوا نشوف. تعالوا نثبت ان المثلث الاول قائم الزاويه في ب. كنا بنجيب طول ا ب بالبعد بالنقطتين، الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات، يبقى 1 ناقص 5 اس 2 زائد سالب 3 ناقص 1 أس 2، تطلع جذر 32. كده جبنا طول أ ب. بعد كده نجيب طول ب ج، يبقى الجذر التربيعي سالب 5 ناقص 1 أس 2 زائد 3 ناقص سالب 3، يعني 3 زائد 3 أس 2، تطلع جذر 72. بعد كده أجيب طول أ ج، الجذر التربيعي سالب 5 ناقص 5 أس 2 زائد 3 ناقص 1 أس 2، تطلع جذر 104. بعد كده بربع الثلاث أضلاع، هنلاقي ونجمع أصغر مربعين، هنلاقي طبعا أ ب و ب ج دول أصغر ضلعين، فنجمع إيه مربعينهم، نجيب أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، أ
ألف ب تربيع يعني جذر 32 تربيع يبقى 32 زائد جذر 72 تربيع اللي هو 72 تطلع 104. 104 دي اللي هي مربع ألف ج. يبقى كده عندي ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع طلع يساوي ألف ج تربيع. يبقى في الحالة دي المثلث ألف ب ج هيبقى قائم الزاوية في الحرف الناقص من ألف ج اللي هو زاوية ب. أو ألف ج ده هيبقى الوتر، يبقى الزاوية المقابلة ليه اللي هي زاوية ب هي الإيه؟ الزاوية القائمة. يبقى أنا كده أثبتت إن مثلث قائم الزاوية في نقطة ب. طيب يبقى إحنا كده أثبتنا إن المثلث ألف ب ج قائم الزاوية في زاوية ب. تعالوا بقى نشوف المطلوب التاني. أوجد نقطة د التي تجعل الشكل ألف ب ج ده المستطيل. إيه ده بقى ده؟ لا ده أنا لازم أرسم بقى مثلث قائم في زاوية ب. ونحط بقى الدال هتبقى فين عشان يبقى الشكل مستطيل. تعالوا نشوف كده. هنرسم اهو يا جماعه مثلث الاول قائم الزاويه في زاويه ب. واحده كده نشوف ايه مع بعض. كده رسمنا مثلث اهو، واحنا عرفنا ان هو قائم في ب، فرسمنا قائم في ب. وعاطي نقطه ج اهي ونقطه ب ونقطه الف، حطيناهم على الرسم. فين بقى نقطه الدال التي تجعل الشكل مستطيل؟ هنيجي حاطط الدال هنا كده، اكيد هتبقى هنا عشان نكمل الشكل يبقى مستطيل. واوصل بقى الأضلاع بتاعتي أهو، يبقى رسمت كملت المستطيل أهوت وسميت نقطة دال فرضتها إن هي س وص. تمام؟ ورسمت القطرين بتوع المستطيل المفروض بيتقاطعوا في نقطة مين. طيب أنا كل حاجة باينة على الرسم عندي دلوقتي، عندي نقطة ألف ونقطة ب ونقطة ج وعايز نقطة دال عشان تجعل الشكل مستطيل. طيب عشان اجيب بقى نقطة دال هعمل ايه يا جماعة؟ هجيب منتصف ب دال واجيب منتصف الف جيم، والمفروض هيطلعوا نفس النقطة ميم، ونسويهم ببعض هتطلع لي س وص. تعالوا نشوف. منتصف ب دال بيساوي منتصف الف جيم، ليه؟ لأن القطران في المستطيل ينصف كل منهما الآخر. طيب تعالوا نجيب منتصف ب دال، يبقى نقول س زائد 1 على 2 وص زائد سالب 3 على 2 يعني ص ناقص 3 على 2 تساوي منتصف ا ج، تبقى 5 زائد سالب 5 على 2 يعني 5 ناقص 5 على 2 و1 زائد 3 على 2. هنحسب الارقام دي كده، 5 ناقص 5 بكام؟ بصفر، على 2 فيها الصفر، 1 زائد 3 بكام؟ ب4، على 2 فيها ال 2. يبقى انا كده عندي منتصف ب د جبته، منتصف ا ج طلع 0 و2. بعد كده نقول له بقى المسقط الاول يساوي المسقط الاول والمسقط الثاني يساوي المسقط الثاني. طيب نشوف بقى كده، المسقط الاول س زائد 1 على 2 يساوي 0، والمسقط الثاني ص ناقص 3 على 2 يساوي المسقط الثاني اللي هو 2. نحل دي ونحل دي، يبقى س زائد 1 يساوي 2 في 0 بصفر، يبقى س تساوي سالب 1، 0 ناقص 1 يبقى سالب 1، ص ناقص 3 تساوي 2 في 2 ب 4، يبقى الص تساوي 4 زائد 3 فيها 7. يبقى انا كده جبت نقطة، جبت الس سالب 1 والص ب 7، يبقى اذا نقطة د بتساوي س وص تبقى سالب 1 و7. يبقى كده جبنا نقطة د. تمام يا جماعة؟ طيب هنا احنا اثبتنا المثلث قائم الزاوية في زاوية ب، وقال لك اوجد نقطة د التي تجعل الشكل مستطيل. فايه اشتغلنا، رسمنا المستطيل كده وجبنا منتصف ا ج ومنتصف ب د وسويناهم ببعض وطلعت لي نقطه د اللي هي س وص سالب 1 وكام؟ و7. ممكن يجي لي سؤال تاني يقول لك اثبت ان المثلث ده منفرج الزاويه في زاويه ب مثلا. ماشي، هنثبته ان هو ايه؟ مثلث منفرج الزاويه. ازاي؟ في زاويه ب يعني هيطلع لك في الاخر ا ج تربيع اكبر من ا ب تربيع زائد ب ج تربيع. بتقول له اذا المثلث منفرج الزاويه في زاويه ب. بعد كده هيقول لك اوجد نقطه د التي تجعل الشكل معين. نفس الطريقه، هنفرض النقطه د س وص ونجيب منتصف القطرين، منتصف ب د ومنتصف ا ج، هيطلع نفس النقطه ونسويهم ببعض نطلع الس والايه والص. ماشي يا جماعه؟ طيب تعالوا كده ايه، شوف الناس اللي شغاله معانا. ماشي، اسامه، سامي، استاذ، وتوماس، ممتاز، وعلي محمد. علي محمد بيسأل بيقول طيب ازاي نفرق بين المتوازي والمستطيل والمربع، كلهم ليهم خواص متشابهة. ماشي، سؤال جميل. في مريم ايه معانا كمان، ممتازة. ماشي،
تعالوا نجاوب على سؤال محمد. محمد بيقول ازاي نفرق، ازاي نفرق في اثبات ان الشكل متوازي ومستطيل ومربع. طيب تعالى كده نراجع كده مع بعض، ازاي اثبت ان الشكل متوازي اضلاع عن طريق البعد بالنقطتين؟ هنثبت ان كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول. طب ما واحد يقول لك ايه، طب ما المستطيل والمعين والمربع كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول. ايوه بس المتوازي ما فيش خواص فيه غير كل بالنسبه للاضلاع ان كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول. عشان اثبت انه مستطيل لا، لازم اثبت ان القطران متساويان في الطول. عشان اثبت انه مربع او نسبة انه معين الاول، اجيب الاربع اضلاع يطلعوا متساويين في الطول يبقى ده معين. طب عشان اثبت انه مربع اجيب الاربع اضلاع متساويين في الطول والقطران متساويان في الطول. يبقى هنا عشان اثبت ان الشكل متوازي اضلاع نجيب اربع اضلاع كل ضلعان متقابلان متساويين في الطول بس، لان القطرين بتوع المتوازي غير متساويان في الطول. انما لو قال لي اثبت ان هو مستطيل اجيب ان كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول والقطران متساويان في الطول. المعين اربع اضلاع متساويه في الطول بس. المربع اربع اضلاع متساويه وقطران متساويان في الطول. ماشي يا جماعه؟ طيب تعالوا نكمل. شوف السؤال اللي بعده. السؤال السادس. اذا كانت نقطه الف واحد وسالب سته ونقطة ب 9 و2، توجد إحداثيات النقط التي تقسم أ ب إلى أربع أجزاء متساوية في الطول. آه. طيب أنا هنا ممكن أعمل رسمة كده، إيه؟ أرسم قطعة مستقيمة أ ب، الألف أكتبها والب سالب 1 وسالب 6 والب 9 و2، عايز أقسمها أربع أجزاء متساوية في الطول. يبقى الأول نقسم أ ب، نجيب منتصف أ ب الأول نقسمها بالنص الأول، وبعد كده كل نص أقسمه تاني بالنص، يبقى كده قسمناها أربع إيه أجزاء متساوية. عندي نقطة أ ونقطة ب، أجيب نقطة م اللي هي منتصف أ ب، يبقى منتصف أ ب نجمع السينات 1 زائد 9 على 2 وسالب 6 زائد 2 على 2، تطلع 10 على 2 فيها 5 وسالب 6 زائد 2 يعني سالب 4 على 2 فيها سالب 2. فكده جبت نقطة ميم وأحطها على الرسم. بعد ما جبت نقطة ميم أنا عايز أقسم القطعة المستقيمة أ ب أربع أجزاء، أنا كده قسمتها بالنص جزئين بس. نقسمه بقى، نجيبه منتصف أ م مرة ومنتصف م ب مرة. هنجيب مثلا ج اللي هي منتصف أ م، يبقى الج نجيب منتصف أ م من على الرسم كده أهو، الألف أهي والميم أهي، يبقى 1 زائد 5 على 2 وسالب 6 زائد سالب 2 يعني ناقص 2 على 2، تطلع 3 وسالب 4، حطينا نقطة ج اهي على الرسم. فاضل لي نجيب نقطة د اللي هي منتصف م ب. الد اهو عندي الميم اهي والب، نجمع 5 زائد 9 على 2 وسالب 2 زائد 2 على 2، تطلع 7 وصفر، يبقى كده جبنا نقطة ايه يا جماعة؟ د، ويبقى كده قسمت أ ب إلى أربع أجزاء متساوية في الطول. نشوف السؤال السابع مع بعض. أعطينا هو مثلث أ ب ج، أعطيني مثلث أ ب ج، أ 0 و 8 و ب 3 و 2 والج سالب 3 و 6، وبيقول لك أ د متوسط في المثلث أ ب ج و م منتصف أ د مش محطوطة لسه هنحطها كمان شوية، حيث الألف والب والجيم أعطوهم لي، أوجد نقطة د ونقطة م. طيب هنجيب نقطة د الأول، ما هو بيقول لي د منتصف أ د متوسط، يعني د منتصف القاعدة ب ج، يبقى الد منتصف ب ج، يبقى 3 زائد سالب 3 على 2 و2 زائد 6 على 2، تطلع 0 و4، يبقى نقطة د جبناها 0 و4. طب عايز نقطة م حيث الم منتصف أ د، طب ما أنا عندي نقطة أ ونقطة د، أجيب م اللي هي منتصف أ د، يبقى الم تساوي 0 زائد 0 على 2 و 8 زائد 4 على 2، تطلع 0 و 6، يبقى كده جبت نقطة ايه كمان؟ نقطة ميم. ده المطلوب، جبنا نقطة د وجبنا نقطة ايه يا جماعة؟ نقطة ميم. تمام؟ نشوف السؤال الثامن. إذا كانت أ و ب و ج و د أربع نقط تقع على استقامة واحدة، وكان أ ب يساوي ب ج يساوي ج د،
نقطة ألف واحد وتلاتة ونقطة جيم خمسة وواحد، أوجد نقطة ب ونقطة د. هنا لازم أرسم عشان إيه الرسمة تسهل لي الحل. هو عندي إيه؟ ألف وب وجيم ودال أربع نقط على استقامة واحدة، وألف ب يساوي ب جيم يساوي جيم دال. ماشي، يبقى كده الرسم هو واضح، نقطة ألف واحد وتلاتة ونقطة جيم خمسة وواحد، وعندي ألف ب يساوي ب جيم يساوي جيم دال. أوجد نقطة ب ونقطة إيه دال. طب نقطة ب دي تطبيق مباشر سهلة جدا، الب منتصف ألف جيم، يبقى نقول نقطة ب بتساوي واحد زائد خمسة على اتنين وتلاتة زائد واحد على اتنين، تطلع تلاتة واتنين. يبقى كده جبنا نقطة ايه يا جماعة؟ ب، نحطها على الرسم. طب عايزين بقى نقطة دال، عشان اجيب الدال اعمل ايه؟ هي الدال دي يا جماعة منتصف حاجة؟ لا طبعا، دي دال دي على الحرف كده مش هتبقى منتصف حاجة. امال انا عايز استخدم ايه دال دي؟ احطها ايه بحاجة تفيدني كده، علاقة تفيدني. هنقول ايه بقى؟ مين منتصف مين؟ قولوا لي كده، في نقطة منتصف ايه؟ قطعة مستقيمة. يلا مين يقول؟ يلا تمام، الجيم، هنستخدم جيم منتصف ب دال عشان ندخل دال في الموضوع. طب دال مش عندي، هنفرض ان الدال سينوسات، نحطها على الرسمة قدامكم. يبقى ونقول له الجيم منتصف ب دال. طب وبعدين نعمل ايه؟ نجيب بقى منتصف ب دال واساويه بجيم. يلا نجيب منتصف ب دال مع بعض كده، يلا نقول س زائد 3 على 2 وص زائد 2 على 2 تساوي 5 و1. تمام؟ طيب عندي زوج مرتب يساوي زوج مرتب، يبقى المسقط الأول يساوي المسقط الأول، س زائد 3 على 2 تساوي 5، ومنها 2 في 5 ب10، يبقى س زائد 3 تساوي 10. والناحية التانية ص زائد 2 على 2 تساوي 1، نعمل مقص 2 في 1 ب2، يبقى ص زائد 2 بتساوي 2. أطلع بقى من هنا السين وأطلع الصاد، يبقى السين تساوي 10 ناقص 3 فيها 7، والصاد 2 ناقص 2 تساوي 0. يبقى نقطة د تبقى 7 و0. يبقى نقطة د يا جماعة تبقى 7 وإيه و0. يبقى كده جبنا نقطة إيه؟ د. ويبقى جاوبنا السؤال الثامن. تمام يا جماعة؟ طيب نكمل. السؤال التاسع، اثبت أن النقط أ سالب 3 و0 وب 3 و4 وج 1 وسالب 6 هي رؤوس مثلث متساوي الساقين رأسه أ، ثم أوجد طول العمود المرسوم من أ على ب ج. طيب يبقى أنا هنا هنجيب طول أ، هنجيب الثلاث أضلاع بتاعة المثلث. أو هنا هو بيقول لي متساوي الساقين رأسه أ، يعني المفروض أجيب أ ب وأ ج يطلعوا زي بعض. نجيب يلا أ ب بيساوي البعد بالنقطتين الجذر التربيعي سالب 3 ناقص 3 لكل تربيع زائد 0 ناقص 4 لكل تربيع تساوي جذر 52. ونجيب أ ج أو نجيب ب ج، ماشي، جذر 3 ناقص 1 تربيع زائد 4 ناقص 6 لكل تربيع تطلع جذر 104. ونجيب أ ج يبقى جذر سالب 3 ناقص 1 لكل تربيع زائد 0 ناقص سالب 6 يعني 0 زائد 6 لكل تربيع تطلع جذر 52. كده هنلاحظ ان ا ب و ا ج بيساوي جذر 52. نيجي له اذا ا ب يساوي ا ج، اذا المثلث ا ب ج متساوي الساقين. خلاص، يبقى ده كده اول جزء. المطلوب الثاني، اوجد طول العمود المرسوم من ا عمودي على ب ج. طيب مش انا عندي يا جماعه ا ب بيساوي، يعني انا عايز طول ا د، مش انا عندي المثلث ا ب ج متساوي الساقين فيه ا ب يساوي ا ج. طيب و ا د عمودي على ب ج، يبقى اذا د منتصف ب ج. يبقى انا كده اقدر اجيب د عن طريق منتصف القطعه المستقيمه ب ج. يبقى عندي نقطة د وعندي نقطة أ، أقدر أجيب طول أ د. هو دي فكرة الحل. يبقى بما أن أ ب يساوي أ ج وأ د عمودي على ب ج، إذا ب د يساوي د ج، يعني د منتصف ب ج. إذا د بتساوي، تعال نجيب بقى منتصف ب ج، أدي نقطة ب 3 و4 ونقطة ج 1 وسالب 6.
يبقى نقول 3 زائد 1 على 2 و4 زائد سالب 6 على 2، تطلع 2 وسالب 1، يبقى كده جبنا نقطة د. طب أنا عايز بقى طول أ د بالبعد بالنقطتين، يبقى أ د بيساوي الجذر التربيعي، عندي نقطة أ أهي سالب 3 وصفر، ونقطة د 2 وسالب 1. يبقى الجذر التربيعي سالب 3 ناقص 2 الكل تربيع زائد 0 ناقص سالب 1، يعني 0 زائد 1 الكل تربيع، تطلع جذر 26. يبقى كده جبنا طول أ د، ويبقى كده إيه جاوبنا السؤال. السؤال العاشر، إذا كانت نقطة أ تنتمي لمحور السينات ونقطة ب تنتمي لمحور الصادات وكانت ج سالب 4 و2 منتصف أ ب، أوجد إحداثي كلا من أ وب. طيب أنا هنا يا جماعة أ تنتمي لمحور السينات، أنا عارف أي نقطة تقع على محور السينات بتبقى الصاد بصفر، يبقى هنفرض إن نقطة أ س وصفر. طب ب تنتمي لمحور الصادات، احنا عارفين اي نقطة تقع على محور الصادات بتبقى س بصفر، يبقى صفر وص، يبقى ال ب صفر وص. طيب هو قال لي الجيم منتصف أ ب، يبقى انا هعمل ايه يا جماعة؟ هجيب منتصف أ ب واساويه بجيم. مش بيقول لي جيم منتصف أ ب، يبقى انا بالعقل كده هنعمل ايه؟ نجيب منتصف أ ب واساويه بجيم. طب فين الألف وفين الباء؟ استنتجتهم، مش هو قال لي الألف تنتمي لمحور السينات؟ أي نقطة تقع على محور السينات بتبقى الصاد بصفر. يبقى نقطة ألف هنفرض إن هي إيه؟ س هتبقى مجهولة مش عارفها بكام، بس أنا عارف إن الصاد بصفر. والباء تنتمي لمحور الصادات يبقى س بصفر، يبقى صفر وصاد. الجيم منتصف أ ب، يبقى أنا أجيب منتصف أ ب وأساويه بجيم. يبقى انا هقول له كده منتصف ا ب اللي هو س زائد 0 على 2 و0 زائد ص على 2 بتساوي كام بقى؟ سالب 4 و2. طب يبقى المسقط الاول اللي هو س زائد 0 على 2 يساوي المسقط الاول سالب 4. طب والمسقط الثاني اللي هو 0 زائد ص على 2 يساوي كام؟ 2. نعمل بقى مقص 2 في سالب 4 في سالب 8 وس زائد 0 في س طبعا، يبقى س تساوي سالب 8 مش كده؟ طب والناحية التانية نعمل مقص وصفر زائد ص بصفر، يبقى ص تساوي 2 في 2 ب 4، يبقى ادي الس وادي الص. طيب تمام. طب يبقى نقطة أ مش نقطة أ احنا فرضتها إن هي س وصفر، طب والس طلعت بكام؟ بسالب 8، يبقى نقطة أ سالب 8 وصفر. طب ونقطة ب مش صفر وص والص طلعت ب 4، يبقى نقطة ب صفر و4، ويبقى كده جاوبنا الإيه؟ السؤال العاشر. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. إذا كانت النقط أ وب وج ود هي رؤوس معين، يعني هو مش بيقول يثبت إن هو معين، لا ده بيقول لك دي رؤوس معين، خلاص هو معين. أوجد إحداثي نقطة تقاطع القطرين. طب ما هو إحداثي نقطة تقاطع القطرين، أنا عارف إن المعين اسمه أ ب ج د، هيبقى إيه؟ القطر أ ج والقطر ب د. طبعا هو هنا مش كاتب لي اسم المعين مظبوط، مش كاتب لي أ ب ج د، فأنا المفروض أعمل إيه؟ أرسمه في رسم بياني عشان أعرف ترتيب رؤوس الشكل، هيطلع هنا إيه في السؤال ده أ ب ج د، يبقى القطرين هنا هيبقوا أ ج و ب د. طب أنا عايز إحداثي نقطة تقاطع القطرين، يبقى نجيب منتصف أ ج أو منتصف ب د كفاية، واحدة بس. يبقى انا هنجيب هنا هنرسم اهو ا ب ج د معين في الرسم البياني عشان اعرف ترتيب رؤوس الشكل، هتطلع لي ا ب ج د كده. احداثي بقى نقطه تقاطع القطرين اللي هي منتصف ا ج مثلا او منتصف ب د، هيطلع نفس الاجابه. يبقى نقطه تقاطع القطرين تساوي منتصف ا ج. نجيب بقى منتصف ا وج، يبقى 3 زائد سالب 1 على 2 و2 زائد سالب 2 على 2 تطلع 1 وصفر، يبقى دي نقطة تقاطع الايه؟ القطرين. طب تاني مطلوب عايز مساحة المعين أ ب ج د، طب مساحة المعين بتساوي ايه يا جماعة؟ نص حاصل ضرب القطرين، تمام. يبقى أنا محتاج أجيب طول القطرين بالبعد بالنقطتين، يبقى أجيب طول أ ج الجذر التربيعي 3 ناقص سالب 1 تربيع، يعني 3 زائد 1 تربيع، زائد 2 ناقص سالب 2 يعني 2 زائد 2 تربيع، تطلع 4 جذر 2. ونجيب ب د،
هتساوي الجذر التربيعي لمربع فرق سينات زائد مربع فرق صادات ب د، يبقى 4 ناقص سالب 2 يعني 4 زائد 2 الكل تربيع زائد سالب 3 ناقص 3 الكل تربيع، تطلع 6 جذر 2. يبقى كده جبت طول القطرين اهو ا ج وب د، يبقى اذا مساحه المعين بتساوي نص حاصل ضرب القطرين، يعني نص في ا ج في ب د، يعني نص في 4 جذر 2 في 6 جذر 2، تطلع 24 وحده مربعه. يبقى كده جاوبنا السؤال ال 11. السؤال ال 12 الاخير معانا النهارده، اذا كانت نقطه الاصل منتصف ا ب، حيث الالف س ناقص 2 وص والب سالب 2 و2، اوجد س وص. طب الاول كلنا عارفين نقطه الاصل ايه هي؟ تمام، نقطه الاصل اللي هي 0 و0. طب مالها بقى نقطه الاصل؟ هي منتصف مين يا جماعه؟ ا ب. طب يبقى نعمل ايه؟ اجيب ايه؟ اقرا كده، منتصف ا ب، يبقى انا هعمل ايه؟ اجيب منتصف ا ب واساويه بنقطه الاصل اللي هي 0 و0. خلاص؟ طب نجيبه منتصف ا ب، يبقى نقول ايه؟ س ناقص 2 زائد سالب 2 يعني ناقص 2 برضو على 2، و ص زائد 2 على 2، كده جبت منتصف ا ب، اساويها بقى بايه؟ بنقطه الاصل اللي هي 0 و0 واكمل بقى. طب سالب 2 ناقص 2 دي تبقى سالب 4، يبقى نقول س ناقص 4 على 2 تساوي، ده المسقط الاول يساوي 0. نعمل مقص 2 في 0 ب0، يبقى س ناقص 4 تساوي 0 ومنها س تساوي 4. ص زائد 2 على 2 تساوي 0، نعمل 2 في 0 ب0، يبقى ص زائد 2 تساوي 0 ومنها الص تساوي سالب 2. يبقى النقطة س وص تساوي الس ب4 والص بكام؟ بسالب 2. ويبقى كده جاوبنا ايه؟ السؤال ال 12. تمام؟ تاني نقطة الأصل اللي هي 0 و0. منتصف مين يا جماعة؟ أ ب، يبقى أنا نعمل إيه؟ نجيب منتصف أ ب وأساويها بإيه؟ بصفر وصفر، وأكمل إجابتي وأطلع السين والصاد، وما ننساش المطلوب أوجد الزوج المرتب سين وصاد، لازم تكتبه. يبقى الزوج المرتب سين اللي هي 4 والصاد اللي هي سالب إيه؟ 2. ويبقى كده يا جماعة جاوبنا على السؤال ال 12، وخدنا أسئلة مهمة جدا على درس منتصف قطعة مستقيمة. ويبقى كده خلصنا درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.